هوية بريس. كيف كتعرفوا بان هاد الملاعب هاد ديال القرب فين كيلعبوا الدراري الصغار؟ يلعبوا مثلا في يوم العطار في السبت وحد متنفس يعني ترفيهي، وهذا الشيء قليل كما كتعرفوا في المدينه ديالنا. ولكن هانتوما كتشوفوا كاين يعني التخريب التام تقريبا من اللي كنجيو كش كنا كنجيو كنلقاو الدراري كيلعبوا كتفرح. دابا هانتا ما كاين حد وما كاينش فين تلعب. هانتا شوف يعني الكتاب وهراس ودقدق يعني، وحنا كنتسائلوا واش ما كاينش شي يعني شي مراقبه، واش ما يعني هذا الشيء جاوا حطوه وما ما واش ما كاينش شي اصلاح شي اونتروتيا، ما كاين والو. بالنسبه للتخريب الى جينا نشوفوا، قلنا بانه بحكم ما كاينش المتابعه وما كاينش الاصلاح، يعني راه يمكن نقولوا راه كاين واحد النوع ديال المسؤوليه ديال الناس نيت اللي مسؤولين واللي مش بطبيعه الحال اللي غيشاركوا فيه الناس اللي ما مهتمينش بهم، يعني الناس اللي ما كيلعبش، الناس اللي ما عنده غرض في الشباب، ما عنده غرض في واخا هو تقدر تلقاه مراهق ما عنده غرض. انت كتشوف الكتابه ما يمكنش غادي يدير هذا الدري صغير، لان هذا الدري صغير هو كيبغي كيعرف يلعب، ما كيعرفش يكتب هذا بحال هذا الجمال وهذه الكلمات هذو. انا حنا كنطلبوا بان تكون واحد يعني واحد المراقبه واحد المتابعه لهاد الملاعب القرب، باش منها تكون يعني نستفدوا منها ما يعني احسن، وفي نفس الوقت ونحافظوا عليها. هادشي دابا قلت العنايه والناس كما كيهتموا بها، وكاع دابا تهدمات ما بقاتش كما كانت. كيجيو لها كبار وصغار، ماشي غير الصغار، كيجيو لها كبار وصغار. خصك دابا مثلا دابا الدنيا خاويه، خصك العشيه ما بقاتش جوايز 6 7 كيجيو لها كبار وصغار، كيجيو لها كيبقاو يلعبوا فيها هنايا. وما سبب هذا الخراب هذا اللي تشوفوا دابا نتوما؟ حيت ما كاينش الحراسه اللي غادي الناس اللي غيحرسوا عليها، اللي غادي فقط على الدراري الصغار اللي غايجيو يلعبوا فيها، كيجيو يلعبوا فيها الدراري الصغار وكبار. لقيت واحد بعض اللعاب اللي مهرسين، هو الاطفال سنقول لك الدراري ضروري المراقبه منهم، ضروري المراقبه ديال الدراري اللي خليتهم بوحدهم يلعبوا تكون شويه ديال الفوضى، وين حيت تكون بحال شكل المدرسه. المدرسه حيت تدخل التلميذ للمدرسه، ماشي هو تدخل التلميذ تيلعب تيقرب وحده، فهمتي؟ هذا هو داو اللي كاين. هو خص الحراسه وخص التوعيه وخص التربيه، هذا هو اللي كاين. كل اللي عنده شي ابن شي طفل ولا طفله خصو يكون ديما تيوعيه، تعطيه واحد التوعيه اللي غادي عندك هذه هذا النظام ديال حتى في اللعاب، النظام واحد مورا واحد، انت تقول لولادك ولا نقول لولادي، تكون واحد الممارسه ديال التربيه. هوية بريس.